ديك بتاتي اليوم نديركم دونات الامريكيه ساهله مهله. شوفوا واش فيها. فيها زوج كيلات تاع فرين، هما اللي وانا نديرهم، زوج كيلات حليب دافي وكيله سكر وزوج مغرفات خميره تاع الخبز وقرصه لافاني للبنه واللاصيص الزوجه. نديرو 3 كيلات فرينه مع الزبده والبيض. هذيك المرحله الزوجه كي تخمر الاولى هذه نديروها. شوفوا نبداو بالسوائل، نديرو هادوك الزوج كيسان تاعنا تاع الحليب، نزيدو لهم الكيلة تاع السكر، شوية تاع لافاني، زوج هادوك خميرة تاع الخبز، وزوج كوب فاين. وهادو ونحطوها تخمر، ومن بعد نقولكم المرحلة الثانية واش كيف نديرو. شوفوا خواتاتي ها هي خمرت لنا، ومن بعد كي تخمر لنا نزيدوا حبه البيضه تاعنا، ونزيدوا نص الكميه ذايبه تاع الزبده، نخلطوا راكم تشوفوا هكذا. اللي عندها باتير تستعمل الباتير، واللي ما عندها شي هاي تستعمل البيترون، واللي ما عندهاش غير الفاشيطه. كل واحد على حسب المقادير تاعها الامكانيات تاعها، ماشي كاع الناس كيف كيف، كل واحد وحوالو. من بعد نزيدو 3 كيلات هذوك تاع الفرينه، الكيله الاولى هكذا كيما كتشوفو، نزيدو الكيله الثانيه، نخلطو هاد الزوج ونشوفو على حسب الفرينه العجينه كيف تتسلم. نديرو هاد ونكملو الكيله الثالثه هكذا، ونخلطو بشويه، خلطو نزيدو شويه على هادو 6 كيلات. هي ما تتقيديش بهذوك الكيلات تاع الفرينه، على حسب لاباط كي تتلم لك، المهم تتلم لك تكون ما هي قاسحه بزاف يابسه، ما هي زي طريه المهم تكون هكذا. هكذا حتى تولي لنا اون بات. ونخليوها بالسمك خشين هكذا، شوف راك تشوفها، نخليوها بالسمك خشين. من بعد كلا نعاودو نزيدو نخمروهم وكاع، ناخذو هذاك تاع لي صابلي تاعنا ونحلو بيه. ولي ما عندها شي تستعمل بوشون غير تاع قرعه وكيس، كل واحد على الاستطاعه تاعو. سبحان الله كل واحد وكيفاه، يعني عنده كلمه عندوش، كل واحد وكيفاه. حنا نتعاملوا مع كاع الناس، اللي عنده اللي ما عندوش هكذا. ناخذ حبه تاو هنا سي با لا بين، عاود نزيدو نخمروهم هكذا، نديهم قبل نقليهم، نحطوهم هكذا كيما راكم تشوفوا. ولهم ناخذ شيكولا ذايبه تاعنا وفيرميسيل، نديروها الحبه الاولى هكذا كما راكم تشوفوا، نخليوها هكا تنشف هذه بالشيكولا، وهذه الزوجه فوالا شبان حناها بالفيرميسيل. نزيد لكم حبة واحدة أخرى، نديرو لها حبوب الشيا. هذه حبوب الشيا أنا قلت لكم فيها منفعة كبيرة، كاش نهار ندير لكم عليها. ها نشوفو خواتاتي بنيتي، شوفو دونات الأمريكية، شوفو ساهلة مهلة وتفرح العائلة. ها شوفو كيفاش، وبصحتكم ودعموني وفعلوا الجرس هكا، يبقوا على خير.